بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن درسي يشرنا كين را كركاتي وجاء الإمام الذهبي كتاب الكبائر، درسنا كان ذكرك كبيرة من كبيرة الحادية والخمسون، كبيرة يا 51. قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ هديل: الكبيرة الحادية والخمسون، كبيرة يا 51، أذية أولياء الله نكؤذوا مولي ومجيد سبحانه وتعالى ومعاداتهم كل عدو، كبيرة يا 51. شيخنا خذلني كواوني كبيرة كؤذوا مولي ومجيد سبحانه وتعالى كل عدو خهتوا كبغضوا نكبيرة نولي ومجيد ناني. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مولي نوانر مؤمنين نوانر تمجيد سبحانه وتعالى مور تقوى أذو تقوى دبو تشفى وكسبيتو يا أمونك ابن كبيرة. قال الله تعالى مجيد هديه سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. مون رهون ركو وان رأوجه هون ركو هم دبم مجيتو سبحانه وتعالى هم دبم تنبس الله عليه وسلم لعنهم الله مجيتو روى لعنية في الدنيا والآخرة دنيا آخرة سلينا مجيتو ما دمو قادر دبم مجيتو سبحانه وتعالى. لكن ibu ya madamu nam ibu mujitu nam syakab mujitu ya yang terkhatam mujitu aku dah hadiru mujitu nam nasilu mujitu sini tu solaiki ibu yang tiada merudia awam madam terhadu. Namu pun aku orang nam ibu mutumeh sallam. Nai namu pun nam kiri ibu mutumeh nam syakabu ya yang terkhatam ibu mutumeh hadiru. Nai ibu ya terkudu baruhui. Namu pun aku orang nak aku ibu awam mukmin. Inna ladina yuzu المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وانه ونروه هو دب وانرو مؤمنين مؤمنات نوان وانرو ومخر كذنبي نوانرو وتكيل ماناي ماناي وشكبون ذنبي نكبيرا مونرو ونروه هو دب مولي ومجيد سبحانه وتعالى هو أذى وانرو مؤمنين كبيرة أمون ذنب الكبيرة يا أمو. وقال النبي ثم هديل صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى مجيد هديل: من عادى لي وليا منذ تمدب وليوه فقد آذنته نمشي زمي بالحرب قوامي. تقول حرب سنة آية ثم هدى صلى الله عليه وسلم مجيد هديه سبحانه وتعالى مون رتم دب مون ولي ولي مجيد مجيد هديه من بشيزك وامتم حربشا كان محارب يا مجيد تكو ما دمها بطري تاقى محارب مجيد سبحانه وتعالى نكر كوان رووي مجيد وغندريلو وتلو مناي بلني قوية تقولنا ناو تقول حبشنا ناو نناني موين مون نم دب مون ولي وقيل موت بجربة فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من عادى لي مونر تم دبوك قسامي وليا ولي تم دبو من عادى لي وليا مونر تم دبو تم العدوي ولي فقد آذنته نمشيز بالحرب قامي تم حربش مرويو. وفي لفظ فقد بارزني أوم برزيليل بالمحاربة لكم حرب شامي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ الثاني ليس في البخاري وانظر الصحيحة. بس مونر نكون ركونا نطلبو ولي ومجيد أولياء الله نكون ركونا نطلبو
ni mundu mbarizia mujitu kaka wangu hingiyo na kudibomolia mujitu ni wangu wanakondoko wanakuwa shakabu wangu muminina almuminin walmuminatu ya wanta kuhadha wahadire mundu kuhayi wanamshakaba mundu siro wanamshakaba kodi ya yanta kuhadha wanafaya inhirafu au na uhingida kaka wangu wanakondoko wanakuku udhu wanamuminina wanamu وفي الحديث يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك يعني فقراء المهاجرين فقراء المهاجرين ترمنا هديه صلى الله عليه وسلم من بأبو بكر من بيلو رضي الله عنه وأرضاه يا أبا بكر إبا أبو بكر إن كنت أغضبتهم إتباب وغضب الشيزي ما فقراء المهاجرين سهيل بلال شاي وقد بشيزة وترشتنا فقد أغضبت ربك إبك واوه تموجشتنا سبحانه وتعالى يعني فقراء المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ناين إبو حالي نم ترمج من صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مختاي كذل كوذين ما بيمزح وان بليوان رأو بلال نروغنا نسهيل ثم شمام بأبو بكر إتباعه وقضب بشيزة ونرأوه وقضب مجيد وقضب بشيزة والكبيرة الثانية والخمسون ني كبيرة يا 52 إشبال الإزار يمون رتبوتي كبتانتي هانزي سروان يا بيتو وين كبتانتي تعززا لأجل تعزز كغشة كبري ونحويه لمفانه قال الله تعالى مجيد هديه سبحانه وتعالى ولا تمشي في نينره في الأرض كركانتي مرحا ككبر وعنك مدون دروه يو في نينره جسلو فإنما دام ضعيف في مجيد سبحانه وتعالى لا تكبر لا تكبر يا مادام في نينره كركانتي ككبر في نينره تكتك الروه يو مدون دروه يو في نينره جسلو وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم هديه ما أسفل من الكعبين نقول هانزو سرواني اتواو اكسيري انتنا جنجين اشكتا من الإزار ففي النار ما أسفل إجي تكون تيني من الكعبين تكون أنا انتيني يا جنجين من الإزار فكانقو من سرواني نهانزو تيمو ففي النار يقولون حديث رواه البخاري من حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم نكهد صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار كل نقو إنبي حانز إنبي سروان إنبي يامون رأي فيتو إتواو إبسيري kina zengene fa finnar kina fa finnar fi yungu ngumuloni ni o maada muna siyef ngumuloni muna tetongu mana vetongu gusu wana ya vero na kukitonti hanzu ye na kukitonti fa yondina kamilo kukitonti ngumuloni wa qala sallallahu alayhi wa sallam mtumna hadire la yanzuru allahu mujitu hamnangalli kaitu arrahma ila man muru ya juru na kukito na kukitioti izara huchibuche بضران كأجل يا كبري يجمون رنغوي سرواني هان زياي فيتو نحو جتانتي مجيتو هم ننغالي ولو هم رحان ولو هم نحرشي حديث نايا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يناو نخدراني ومجيتو هم ننغالي متقياما هم رحاني هم نحرشي مون رنغوي نحو جتانتي وقال صلى الله عليه وسلم ثم هديلة ثلاثة واند وترتو لا ينظر الله جيتها وننقلي منتا قياما ولا يزكيهم ولا مجيتها وطهري لم يزاهم مجيتها التي ولهم عذاب أليم ونوع العذاب إنه لازو وكان المسبل يمونه بقوية وقتانته بقيته سرانيا يفيده إنه قتانته هانزي أمامي قوية كل شيء رأيان ديشه نبقتانه بقيته
wal mannanu mingene mundu tawandu galadi yayi hufanyu tawandu galadi wal munfiqu is wal munfiqu silatahu mingene mundu nakhtumulo bade ayna khtumula bil halif al kadhib kazilatu zawanaha kazilatu zawanaha kuno chwa ayna khtumulo na kurappa kawanaha kuno kurappu nay ummo hadire mana ay watatu mujitu subhanahu wa ta'ala أنت قيامة هوان أنجلك الرحمة ولا هطهري هو طهير نما ذنبي ونو عذاب ونو لازو وكان نمسبل مون رو بتنغو انتي شتنا مبلي كواي نكو فلانغو انتي نا تجنجن سرواني خبترال سنجنيني شاتري ودون شاتري با ينب جاكاي با ينب حامزي با كل اي فيتو شبتر سنجن ايزو شبتر نيو عذبوه ici wayna xena ka kibri ala bueni zaid ici wayna ki fayna ka ka ada ka rafani wona ko zajiro ci xef ko wetro wa al musbilu wal mannanu wal munfiqu silatahu jutumuros mane bade aye bil halifil kadibi ka zilatu zawana fakri rawahu muslim min hadith abi dhar radhiyallahu anhu wa qala tum hadith sallallahu alayhi wa sallama baynama rajulun yamshi baynama waqti رجل مبلم يمشي ينكينين رو في حلة يبترنغو لم نموي فترنغو تجوغ بيترو تعجبو هينام عجب الشو نفسه نفسي وتروهي مرجل راسه نمشون جيتاني يختال ينكو فندو فندو روهي في مشاته كمينين روي إذ خسف الله به مجيد سبحانه وتعالى زمشي زين نانتمان زمشي زين زمشي زين إذ خسف الله به مجيتم زمشيزة سبحانه وتعالى كبر لكن الرومون فتنقوش كجوبي ناكو فندا فندا روحي مشونك تنير إذا تنا ينقو سورة كبالا هكزو مشونك تنا هكزو لكن مروش كيلاني يختالو في مشتي ناكو قد قدك ناكو قد قدك ناكو فندا فندا روحي فجستو نكين ينرو كفقر نكين ينرو إذ خسف الله به مجيتم زمشيزة فهو يتجلجل في الأرض نقز مزام كركانتي نقز مزام ولكن كينجي لها بابا كبير كل من أرجوك 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 لكن أين دون يتجلجل في الأرض نقز مزام كينجي لها كينجي لها كركانتي إلى يوم القيامة كم أنت قيامة متفق عليه رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فتينا هذا من ضعيف هذا من كواي نخ خبر شتا نفتك تجروه هي نكون قارون زي فنيزا قارون كبير شتا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذا قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى آخر الآية زمشي زانتنا نكو زمزامنا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر مهدي الإشبال وقتوانتي في الإزار والقميص والعمامة إن بيتقوة تنتين إن بيهانز إن بيعمامة إن بيقوة يعني سوى غربوني إيش وين قتان تبا من جرت منذ تقبيته شيئا تينكم تركا أجل ذكر الله إذن خيالاء كأجل يكبري لم ينظر الله إليه يوم القيامة مجيد هم ننقله منتى قيامة رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيحين حديث صحيح من عبد الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال جابر هديل رضي الله عنه لجابر بن سليم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم امتمنا بديني إياك تحذر والإشبال في والإشبال إياك وإشبال الإزار تحضر كتانغون تي فإنها إشبال إيو موندن قوي كتان تي مبلي موكي هجوزة موكي هجوزة كأسان موكي نعورة صلاة استروة حجابوية جلبابوية قونة كتان تي هجوزة موكي وأما مبلي حرام فإنها إيو إشبال إيو كمبلي من المخيرة كبري وإن الله أنا مجيت الله يحب مجيتها مبين دي المخيرة مجيتها مبين دي إيو مخيرة كبري مجيت رسول صحيح الترمذي صحيح رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذه بينما رجل يصلي مبلم ينخسل مصبلا إزاره أنقوينك بتانتي فقال له رسول الله امتمش مع أبي صلى الله عليه وسلم اذهب أنرى اذهب أنرى فتوضأ أنرى توضأ فذهب ومن رفوشه فتوضأ توذيله ثم جاء إليه فقال لهم امتمش مع أبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ أنرى توضأ فقال له رجل يا رسول الله من رموي فنقوم تمشى السلام يا رسول الله ما لك بجيكوني بيتني أمرتهم فرميلي أن يتوضأ كين رخ توضأ ثم سكت عنه نمه من بجين ثم ميرت قال أمتم جهد صلى الله عليه وسلم إنه مبلؤي كان يسلي كسلا وهو مصبل إزارة نتيجة كدهان دي وإن الله نمجيت لا يقبل مجيت حتى قبل لي صلاة رجل مصبل موتن قوي كونتي سرواني كونتي كونتي ناكي زينجيني يكو مجيب تقبل رأو داود هو على شرب مسلم إن شاء الله ولو حديث أمه أبو جعفر لموت مجهول لكنه نسحيح حديث لكنه نسحيح شكينا ننقل أكثر الناس تقولني حانزي جاي بيتو إنه كتانتي سرواني سيقول شانتين جاي بيتو يكونتي يكو سمعنا أن سئلوا وأن نسكوا دبسطة ما يكون مجيد سراوبها تقبل بنا قال إن الله لا يقبل صلاة رجل مسلم ستنا تحضران أيها الإخوة تحضران خاصة في سلام نقنقنا إن أصلوا مكتا سلام إذا مجيد سميمو ناكو قوائي نقوين وكتان تي هانزي وكتان تي سو برابر جبل تحضران وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم هديل من جر ثوبه خيالا مونت وتبغيتون غوينتي تبغيتلونتي انزوي ترواني يا تشغو تشفي انتي ناي فيتو تبغيتلونتي لم ينظر الله اليه يوم القيامه مونت القيامه وجيت هم نانغالي فقال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ابو بكر يشهد ان ازاري ميتشغوتا لا يسترخي هنشرشيرا هنشيرا إلا أن أتعاهد إلا قوام كبذارك كل مرة كبارة كنت شئينه سبت كبرانه كل مرة شير شير فقال رمت معدل صلى الله عليه وسلم إنك ولست وسيو ممن يفعله خيرا له فانك كبري أبو بكر رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ستين أن قال بعض يوان فيدريد فانه هدني أو بكر بن غوي معنى تشيرا شكومان تنا تزينغن شكومو ناي أم بلا به فاني كتبري يستينا وفنيزين أبو وفني اشتنبات وفنيزو بعض الجهلاء دين اتوا مون معنى فاني كتبري دي بتين رولا سودسيو اتوا فنزي كتبري عقابو تخزيبو اتوا فاني كتبري ناكو ندمي نانجل إشاء أبو بكر رضي الله عنه ديني يم بما كان ديه شيرو فدو شكوا بيو ويفنج كاسك تنزل ها او بكر قدن تي غوتنتين ليو هون شيروبا اكو وان رومابي وتشفال تشوي ديو زما وتخطا وتخفن زيو وشيرا 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 وتامبوي اذا تينا ابو بكر وكمر من بابا رضي الله عنه والله نكو حدن مي تي غوتا هون شير يا رسول الله الا انا تعهد الا كل مره شي واكو كل شيء وين انا في كاسك لفاني نموت نكو ونكو نكفنو كاسكي نكو فالوجيس يو هدامي أو بكر فسهيلا يو هاي مدريري أو بكر رضي الله عنه أراه نكفين كاسكي نكو هدا نديو تيكو هنشيرون ديو ويلا كي نكو فالبوي فالبنا نكو فالوجي ستين اسفاني دريري يو أو بكر نكو هداني رضي الله عنه أرضا إن إزاري لا يسترخي هنشيرا إلا أنا تعاهد تنموه نكو ونكو نكفنو كاسكي نكو فالبو نكفش زلتيني وهدايني معنى سخان كتب ذن فقال امتمت من بلا بكر إنك لست لمن يفعله خويا لابه فاني كتبري رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم امتم هديل صلى الله عليه وسلم إزالة المؤمن من المؤمن تيقو تاي ريترو تيقو تنتيني تي هانزوي كل شيء نتقفالو وسلوكوا إلى أنسى في ساقيه نسيم نوندي نقومي مالي نصيام نور ما بين إليا تسينجيني إلوكي كما جيد مالي إجربوني صونغا سكزام تسكزام تيني
مچینگنش کمی کول خت نکات ابو بلوا آنای انساق ساقی ینوسیم نونری مؤمن ازاری چی بو چنکین جای هو بالو ینوسیم نونری يعني حديث معنى صحيح ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم أنس بن مالك رضي الله عنه رواه الضياء في المختار بسند صحيح ومنهم أبو سعيد كما في الحديث التالي ستان قال إزارة المؤمن مهلاً إلى أن سافي ساقيه لنسي منوري وقال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارة المسلم تقوش أنت مؤمن الإسلام تقوش تقبلاي تقمز إلى أن صافي ساقي نصي أمنون ولا حرج تكو دبو أو لا جناح تكو دنبي فيما بينه وبين الكعبين سواء مشكل لنتيني لكن تقوم تسينجني أي دي بجين رو إتباشك لنتيني لكن تقوم تسينجني جن تقوم ما كان أصلا إجي تاكو من الكعبين كنا الزنجين تاكو فهو في النار مبلون ومن جر إزاره موضب بطلون مننقوي كركاتك بطلون تي بطران كأجل يكبر لم ينظر الله إليه مجدهم ننقلي رواه أبو داود بإسناد صحيح وقال ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر هديري مررت من فسره على رسول الله فسره كم ترمي صلى الله عليه وسلم وفي إزاري نتبوجا استرخاء يكو إنشري لتبون تيني وعلى قد تبوجا من غير تسكيلين تيني لنشري مرحي فقال شنان بلام يا عبد الله ارفع إزارك تبوجا أنرشا إلى أنرشا فرفعته من تنرشا ثم قال تعدى زد زيدا زدت تزيدا فما زال تكزولا نامي أتحرها وامن قد ذات بعد ابو هل لم تمن بكم مزاج كمزو لين تشكزنتيني رواه مسلم فكل من اتخذ خرجيه تكاد ان تمس الارض او جبه او سرابيل خفاجيا فهو داخل في الوعيد المذكور اذا فعله بطرا او تيها فإن فعله عادة وزيا لأمثاله من أهل بلده زجر عنه وأعلم أنه لا يحل ذلك لقوله عليه السلام ما أسفر من الكعبين من الإزار ففي النار. الشيخ إمام الذهبي رحمه الله تعالى هذا فكل من كل مون اتخذ مون رسلو فنيزو فرجية فنيزو هانزو يقدر أن بتونتي نهانز واسرد رجية تكاد أن تمس الأرض إنك نخشي سك وأنا قدرانتي أو جبة أمان جاك لكن أنك إنك دركانتي واسر يقدر أنك دركانتي أو سرابيل أمان سروان إنك بتونتي خفاجيا واسر إنك بتانتي فهو داخل تكينجلا في الوعيد المذكور فتمقوندي من يبغون يذكر لا نايتا كينجلا فكيفش كسيو في النار لا ينظر الله ها من جرى ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة ما يقول أنت كينجلا إذا فعله إتواي فنيز بطرا تكبري أو تيها أمبو كبري تكبري فنيز بطرا تيه شاء فإن فعله عادة إيش إتواي فنيز كعادة وان رخانا يجب أن تفنيزه وزين لأمثاله من أهل بلده كعسى لبسك مني لبس يا وان رموين وشاهو فارعين في فارلا زجر عنه هزجروا أقولنا هزجروا هم بلو إيها يجوزي ستنا بيتربيو بهذا مسخان هكبري ها شيخ إمام الذهب قال أهل العلم مقدم إتشوا من رؤون رفاه كبري شو كبري لكن بس إني عاد وان رفاه كبري ليزا أمو ما أني لبسي بعدي سوانو ما أني ووينو سكوميزي تقولان زمان إيجي ما أني وانو جيسا يا وزنبو فاين أو فاين إيسا وزنبو لبسو ناو لبسو إيسا تينا وان رمين إيسا وانا فاين كيف نيدي سوكا كبري زجر عنه زجروا هو عنانتو هو ربو جمع الله تبلو جابو يسو سوره إلا تا وأعلمه بسوة أنه يشاني لا يحل ذلك قواه سوى حلال جابو كغساني لقوله عليه السلام ترمنا هديني
ما أصفر من الكعبين من الإزار نقول استاكو انتنا الزنجن ففي النار تقملوني هاي نقلت هنا ويش هذا ميت وامين شفاها كيف يبتين دو بيت ربيت هنا ها يبقى قواه نتين روح الشيطان ويكو هذا ميت وامين شفاها كيف يبتين دو روح الشيطان إن يموي شو دليل حضر ها يموي ناو هاي ودليل أنا يمون رفني حجة هذا وان رو مشيق وان رو معالم وفاني وكان وان رو معنى أزهري وان رو ألزوك أزهري جامعة الأزهر لزلو وان رو مصر وچيو أبا والم وچسو مشتو وچارب وندونك الأحاديث القرآن كام وچسو أو بنقوزا وچكتان دي إيو هاي بدليل يوني حجة جاهل في كل زمان ومكان وجدنا آباءنا الشيخ فاني الشيخ توايف وندتين رو تمخالفه الراشد وشم راشه ويفر ميلكم رشام طول بيه صلى الله عليه وسلم ويفر ميلكم رشام طول صلى الله عليه وسلم وين رفر ميلكم رشا شيخي سوك هذا شفراني أزهري ناني لا يا شيخ وين رفر ميلكم رشام طول صلى الله عليه وسلم إتوا يا ذي بيترو هانزيو سرواني إتوا تبجنتيني سبيترا كركا تشينغنا تسبيترا نفي النار نهديلهم طول ما هديلهم شفنا كتبري عذاب يتقزيدا يتقزيداني موجود حق رنجالي حق الرحيمي ها تقتلون عقابكم على تفاوت أبا عقابك يوم ماهين تكملوا بلا كده هذا بشير الله نكوري أو بكر صديق رضي الله عنه هاي فويل دريجي أو بكر هديني ها أو بكر هديني هديني إن إزاري لا يسترخي إلا أن أتعهده هن شير هذي لو بكر هن شير ديو ولكن كفارة بوي كلام لا يروح بالو مراد هاي جوزي سبحان دليل ثنا شخص لاني تكون أنا معنى جوزي مر مشكو دلا ترفان ريف حالا جيش سؤالي كم حاضر واريكو ريف كون سنة شكو دلو مو تمشي نبي أنا ندور شخص لاني بشيء إنا بشيء شخص لاني يروح يدك علمه بي والله شيء شيء كبير وأنا كان أمسك وايكو زمان إلي شيخ فلاني وايكو مزيدك علم كريم الشناو بعلم الجسوس زايد الشناو علم هنا قفز الزني شيخ فلاني با تمولان ربو شيخ فلاني با تمولان ربو شتينا هنقال دليل شيخ قولا شيخ فلاني عالم تمولان ربو إيه هاي دليل شيخ وأن بالله مترمي راشا سنمي شيخ فلاني بتاع شيخ وشيفا كيش هم بلو شيخ فلاني دي تكن بلو من ربك ومن نبيك وما دينك يا شيخ كان شيخ فلان شيخ فلان شيخ فلان إتواي جاب صورة أي فنيز راشة أخي إتواي تين رو مخالف فنيز شيخي ناي مجد مغفر لهم بيزة وناس رشيزة بي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ناس لا تاني مون فكم بلوه قال الله تعالى وقال رسول الله فكم بلوه وايكو هذا فلاني 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 ناون مخالفة نكونو على كل حال سيقول شانتيني جاب بيترو سبيترا تناكي زينجيني ففي النار نهديرو مترمي صلى الله عليه وسلم فهديني شيخ فكل من اتخذ فرجية تكاد أن تمص الأرض أو جبة أو سرابيل خفاجيا فهو داخل في الوعيد المذكور إذا فعله بضرا أو تيها فإن فعله عادة وزيا لأمثاله من أهل بلده زجر عنه وأعلم أنه لا يحل ذلك لقوله عليه السلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار شيخنا قدني كل متخفانه نبي شيخي أيون رعام نبي جاهلي مون تكون ركو ها أو جاهلي شوائي هايشبن جاهلي أو نمبرك هايشبن هم بلوه هم بلوه شيخ قمني إتواي نخفاني كقصوان وخفاني أتو زجرة عنه هم بلا هم بلوه جابوا إلى بسو برابرا هم بشوه إي سو سورة إي هاي جوزي شفاني هم بلوه على كل حال بارك الله فيكم اشتريني سنة يمتن صلى الله عليه وسلم تمرشين يمتن صلى الله عليه وسلم ها كقدر يتغيب إشايش لبسو إشايش الدو إشايش ينرو إشايش كمو سلام كل تيد عبادة اشتختار كما قال الله تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم
بارك الله فيكم والله أعلم.